بهاء فيصل، بهاء يسدد وفرصة ومتابعة والهدف الأول. جول، هدف أول عن طريق الشاطر حسن، حسن عبد الفتاح في منتصف أحداث الشوط الأول يزور شباك ذات راس بعد متابعة لكرة مرتدة من مالك شلبية. حسن عبد الفتاح الهدف الأول في الدقيقة 22. هدف يسأل عنه مالك شلبية. شاهد مرة ثانية، شاهد مالك شلبية. مالك شلبية لم يتعامل مع الركلة الحرة المنفذة من بهاء فيصل كما يجب، وتسقط منه، بالتالي تصل سهلة عند حسن عبد الفتاح يعيدها إلى الشباك. الهدف الأول، الهدف الأول في الدقيقة 22. شاهد الكرة كانت يعني بإمكانه يسيطر عليها مالك، سقطت من مالك وتجد حسن عبد الفتاح يسجل من خلالها الهدف الأول لمصعد فريق الوحدة. من طلعت لاعب مصري سجل هدف، وباء فيصل فهد اليوسف سجل هدفين وفرصة الآن، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق المتعلق اللاعب باء فيصل. بهاء فيصل بكرة رأسية نموذجية يزور شباك ذات راس ويسجل ثلاث اهداف في الدقيقة 39. الهدف الثاني كرة عرضية ولا اروع، وبهاء فيصل في الدقيقة 39 يسجل ويعزز من تقدم فريق الوحدان هدفين دون مقابل. يتقدم فريق الوحدات على فريق ذات راس بهدف. شاهد مرة ثانية، أدهم بالصناعة، ونشاهد بهاء فيصل. بهاء فيصل لوحده، كيف يترك بهاء فيصل لوحده يسجل ويسدد على راحته اللاعب المتميز بألعاب الهواء. هذا هو طارق السالمي المدير الفني التونسي. مقطوع الكرة، رجاء يعيد كرة باتجاه حمزة الدردور مع متابعة من مالك شلوح. حمزة ومالك، نميرة إلى رجاء يعيد. رجاء الآن العرضية، فرصة رأسية والهدف الثالث، الهدف الثالث والشخص الثاني لحسن عبد الفتاح. حسن عبد الفتاح يسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 50. في الدقيقة 50 الشاطر حسن يرفع الغلة إلى ثلاثية وحداتية في مرمى فريق ذات رأس. حسن عبد الفتاح سجل بالقدم اليمنى والآن يسجل بالرأس، هدف ثالث وشخص ثاني، غلفة تكبر تحلى. شاهد مرة ثانية، شاهد الكرة العرضية النموذجية والرأسية، هذه العرضية من رجاء عايد والرأسية من حسن عبد الفتاح فوق مالك شلبية، وثالث الأهداف الوحداتية، ثالث أهداف. كرة عند صالح راتب، صالح يسدد الهدف الرابع، كرة ولا أروع وهدف ولا أجمل عن طريق اللاعب صالح راتب. صالح راتب هدف بالعقل، هدف بالزاوية البعيدة عن طريق صالح راتب في الدقيقة 73. الدقيقة 73 صالح راتب يسجل كرة بذكاء في الزاوية البعيدة، والهدف الرابع الرائع لفريق الوحدات. نشاهد مرة ثانية، نشاهد على طريقة ديل بييرو، على طريقة كوتينيو، صالح راتب يسجل في الزاوية البعيدة الهدف الرابع، ونتيجة ثقيلة تسجل على ذات رأس.